هلا والله، الله يمسيكم بالخير. وصل تحديث جديد للسناب. وش بيصير فيه؟ تحت بيصير لك اللي هو الأضواء والكاميرا والأصدقاء. وش الحلو فيه؟ إن في الخاص خلاص بتصير ستوريات اللي أنت تتابعهم، وتحتها الخاص عشان تزيد التفاعل والمشاهدات. طبعا هذه الميزة دائما السناب وش يسوي؟ الميزات اللي توها جديدة وقوية تصير المشتركين سناب بلس. هل بعدها بيحددونها للكل؟ الله أعلم. تو واحد من الشباب اشرح له الوضع وش اللي صاير، قال طيب اللي انا اتابعهم وهم ما يتابعوني، موجود الاصدقاء تلقاها فوق في الخاص زي ما هنا، طيب وين اللي انا اتابعهم وهم ما يتابعوني؟ وين راحوا؟ مع ذولي مخلوطين، تلقاها في الاخير يمين يسار. بس ان التحديث هذا يبغون يركزون على الناس اللي انت تتابعهم ويتابعونك، ويصير في تفاعل بينكم وموجودين في الخاص، يعني فوق ستورياتهم محادثاتهم مع بعض كلها يسار، يعني ما عاد في ديسكفر ده، شالوه ولا. وتقدر انك تطفي هذه الميزة وترجع للشكل القديم.